هذا أعلن صندوق العمل تمكين خلال اجتماع مجلس إدارته متابعة تمديد برنامج دعم استمرارية الأعمال للمؤسسات المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من يونيو الجاري حتى أغسطس القادم. وبناء عليها سيتم فتح باب تقديم الطلبات، وذلك عبر مواقع البوابة الإلكترونية لتمكين اعتبارا من 27 يونيو الجاري حتى 11 يوليو المقبل. وفي هذا السياق أشاد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة تمكين بالتوجيهات الملكية السامية والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقيادته للجهود الوطنية للحد من الآثار الناجمة عن الجائحة.